سطرت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان مخططا لتأمين مراحل شهادة البكالوريا عبر كل المراكز التابعة لإقليم المجموعة، حيث تم تسخير كافة الوسائل المادية والبشرية السهر على حماية المراكز ضمان تأمين مواكبة مواضيع الامتحانات، إذ نحن متواجدين اليوم بثانوية ساجي مختار بالقلعة لمرافقة الطلبة الممتحنين وطمأنتهم وترسيخ فكرة أن هذه الشهادة مجرد امتحان كباقي الامتحانات السنوية. ويبقى الرقم الأخضر 1055 وموقع الشكوى المسبقة ppgn.mdn.dz في خدمة المواطن 24 على 24 ساعة.